لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أثناء الجبل ترفض عرض التسجيلات الخاصة بالغانوشي بعد الكشف عن هويتها بعد ظهورها على إذاعة شمس اف ام يوم الخميس، حيث قالت حسناء الجبل إنها تملك تسجيل صوتي، وهي المرأة التي تمت مكافحتها برئيس حلقة النهضة راشد الغانوشي من طرف قاضي في القطب القضائي، وتضمن تسجيل تأكيد من المرأة التي عرفت بحسناء، وحيث أكدت على امتلاكها أدلة وتسجيلات تدين وطوارة الغانوشي، مشددة على أنها رفضت تقديم هذه الأدلة إلا رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث قالت إنه بعد ظهورها على إذاعة شمس اف ام تم الكشف عن هويتها، وكان هناك بعض الطلبات لعرض التسجيل، حيث أكدت إنها رفضت وإنها ستقدم الأدلة إلا لوزير الداخلية أو رئيس الجمهورية وفق تعبيرها.